نجمة السهرة الفنانة القديرة نجوى كرم. شكرا. وكذا بالأسرة الإعلامية الحاضرة معنا في هذه الندوة الصحفية. وبدون إطالة أحيل كلمة لضيفة المهرجان وضيفة الجزائر الفنانة القديرة نجوى كرم. تفضلي نجوى. أنا بلشت أزعل لأنه سمتني ضيفة. أنا من أهل الدار. أنا أولا من أهل الدار. من 2006 كان عندي وعد على نفسي إني ولو شوية وفا كنن لهالبلد يلي حضني وحبني وعطاني الحنان وعطاني الأخوة لحتى كنت فيها بنت البلد. أنا بموت بالجزائر، بكل الجزائر. والجزائر تموت فيك. شكرا. أوكي. شكرا. الندوة الصحفية تبدأ تنطلق، بس عندنا وقت محدود، فسؤال سؤال واحد. مرحبا نجوى، نقول لك حللتي سهلا علينا، ومدينة جميلة الأثرية يعني زادت جمالا، يعني كانت تروح منذ أيامك لكي ترى هذا البريق. لدي سؤالين. السؤال الأول، معروف عن نجوى كرم أنها لا تغني بغير لهجتها، لم يحق أن غنت بغير لهجتها أو أنزلت أغنية أو اشتغلت على أغنية بغير لهجتها. يعني ممكن أديتي أغنية بأم كلثوم دارتي بالمصري، أديتي بالخليجي، ولكن لم تطرحي أغنية، وقلتي أنك يعني هذا عزمتي ذلك إلى اعتزازك بلهجتك اللبنانية، وهي لهجة حلوة يعني شيء لا نقاش فيه. منذ أيام صرحتي أنك ترغبين بإجراء ديو مع شاب خال، يعني نتنبأ ونتمنى أنه قد يكون هناك عمل باللهجة الجزائرية قريبا. السؤال الثاني، هل نجوى كرم اطلعت على طبوع الغناء بالجزائر، وخاصة الطبوع الجبلية، وأنت تدرين أن هناك توليفة معينة بين النغم والمكان، النغم والأرض، يعني تدرين أن الإيقاع مثلا أو حتى خامة الصوت بين البقاع والجبل ليست متكافئة يعني، ولكن بين المناطق الجبلية نفسها، ونحن لدينا طبوع يعني طبع جبلي يشبه طبع الجبلي لديكم، هل يمكن أن نتنبأ أن أول شيء خبيتك على هالأطروحة؟ هذه أطروحة مش سؤال. أولا أنا بحب ضيف على أنه إلى جانب اعتزازي باللون اللي أنا بغنيه اللي هو لون بلدي، هو تخصص أكتر. أنا متخصصة في هذا اللون، وما رح كون دخيلي على لون آخر لست ضليعة فيه، وأصحاب هويته ضليعين أكتر مني. هذا أولا. بالنسبة للشاب خالد، إلي الشرف أني أنا غني معه. ليش لا ما يكون في تزاوج ما بين اللبناني والجزائري، ونحن شعب قريب من بعض. مثل ما قلتي بسؤالك الثاني اللي هو البقاع والجبل، بيتشابهوا مثل بقاعنا وجبلنا. لكل بقعة بالجزائر نكهتها، كمان كما في لبنان كما في كل دولة. فبقول انه طبعا عندي اطلاع نوعا ما، ولكن برجع بقلك لست ضليعة كما واني ضليعة بلوني وبلهجات اقليمية في بلدي لبنان. تفضل. سليم اهلا فيك. انا فاهم كل صحفي عندي سؤالين نطرحهم بحب، باش وش اسئله استفزازيه. عملت ريتويت بتويتر على عده مقالات صحفيه انتقدت ترويج الاعلام لحفلاتك بجودتك الجزائريه في الجزائر. انا استطيع القول بان نجوى كرم لن تعود الى الجزائر الا بشروط. اما السؤال الثاني، عملت عده اغاني ترحيبيه في كل المهرجانات قمت بها في تونس، جرش، في الاردن، مؤخرا في المغرب، في الكويت. هل من اغنيه ترويجيه لجولاتك الفنيه بالجزائر مستقبلا ان شاء الله؟ السؤال الاول، التويت اللي عملته كان ريتويت على فيها مقالات صحفيه. لا، انا ما عندي شروط. انا عندي تمني اني انا يكون هذا الشعب في هذا البلد يستحق على كافه المناطق في الجزائر انه يعلموا انه احنا جايين على البلد.
لأنه ليس كل الجمهور هو جمهور الأونلاين أي السوشيال ميديا والإنترنت. من حقنا كفنانين أنه نتعرف ويتعرفوا علينا الشعب يلي بيلحق تلفزيون أو إعلانات عادية ما كنا نقوم به في التسعينات أو بأوائل الألفية الثالثة. بالنسبة للشق الثاني من الأغنية بتذكرني أغنية البلد، هذا واجب وهذا على رأس. Alors, s'il vous plaît, Nadjoua Karam, célèbre amie de la radio algérienne d'expression française. Alors, j'ai deux questions pour vous. Je vous ai vu il y a quelques années ici. Vous venez à chaque fois vous chanter sur les scènes algériennes. Et justement, vous êtes ici dans le cadre de votre tournée en, dans le, l'Afrique du Nord. Quel est l'écho de ces festivals, notamment en Algérie, au Liban? Parce que certains chanteurs libanais renvoient une image négative de ces festivals-là. Je voudrais votre position par rapport à cela. أنا أول شيء بقول أنا فخورة أني أنا ببلدي بالجزائر بلدي الثاني، وأنا بنقول الصورة الجميلة عن عن الجمهور الطيب يلي بيستضيفنا وبحطنا بقلبه ابتداء من أول يوم فت فيه على هذا البلد، ومع المهرجانات يلي بقوم فيها مع استضافة الدولة لإلنا والشعب لإلنا والتلقي رائعة جدا جدا. أنا بالنسبة إلي أساسا بحب أكون بوزيتيف، كيف بالأحرى إذا كان هذا الشيء بوزيتيف على بوزيتيف بيعملوا إيجال بوزيتيف. Ma deuxième question, si vous permettez, c'est par rapport à ce que vit le monde arabe. On le sait tous, c'est une situation de guerre dans plusieurs pays. Comment vous, artiste, en tant qu'artiste arabe, libanaise, vous vivez cela, ne serait-ce qu'à travers le booker vos dates et assurer il y a moins de festivals, il y a moins de. Comment vous vivez ça? نحن رسالتنا رسالة فرح، ودائما بنتنقل بين السطور وبين نقط المي، ونحن بندعي للسلام بكل الكون، فبنتنقل برسالة سلام وفرح وحب لكل الشعوب. ميرسي. نجوى الحياة الجزائرية، لو قلنا لك مقارنة بين مهرجانات الشعب في العالم العربي أو ومهرجانات الجزائر وبالخصوص الجميلة. جميلة. جميلة جميلة. ما هو المميز؟ ما يميزها هو تعطش الناس للفن وتفاعلهم مع المطرب ودقة مواعيدهم. أنا بتذكر مرة من المرات تأخرت الطيارة لحتى جابتنا لهون، بفتكر عملوا مشكل، وأنا بحترم هيدا الشيء بحترم. أبرزها وممكن اللي حبينا فيه بشكل كبير هو عرب بروتال. هل في المستقبل راح سنرى نجوى في حصص أخرى من نوع آخر، ممكن حصص حوارية؟ نحن نعرف أن المنتجين عادة يأخذوا الأشياء الجميلة في الفنان أو الأشياء التي جربت من قبل لحصص جديدة أو برامج أخرى. هل في المستقبل؟ شوف، أنا عايشي بقدري، يعني أنا أؤمن بأن الله سبحانه وتعالى بيرد لنا الأهم ما نحن ما بنريده بحياتنا، فأنا بترك الأمور مثل ما هي على ما يناسب ضميري والجمهور. نعم. يمكن لو أخذني نهر الحياة وقدر إلي هالشيء وكان لصالحي وبرستيجا كان يضيف، أنا ممكن أخضع له، بس إذا ما بضيف لإلي لا. مجاهد تبلك. بصوات. جيت على الجزائر لأول مرة برات لبنان، كانت بس عبر تلفزيون بقدم ألبوم الجديد مقتطفات منه، إنما هون بالذات عم غني كل الأغاني الجديدة، حاملة معي ألبوم اسمه مني إلك إلكم. بشكركم. أنا بشكركم من كل قلبي، بحيي فيكم لطافتكم معي وصبركم علينا الفنانين، وانا بقول لكم بحبكم كل قلبي. شكرا. يخرب بيتك.